يعتبر من أرقى مناطق البصرة واقعاً في مركزها، حي الجزائر يعاني الإهمال الخدمي والاستحواذ على أملاكه العامة، فبعد أن تحول جنس المنطقة من سكني إلى تجاري بحت، بدأت المحال التجارية باحتلال الأرصفة بطرق مختلفة. الشوارع تعبانة، تجي ذا الحقيقة أنه هاي بالجزائر هي أرقى مكان بالبصرة، الشوارع تعبانة على الرغم من أول مطرة. أنا أتأمل أن الجايات يعني البلدية أمانة البصرة المحافظة أنه تباعنا بعين الأبوية بعين الأخوية، لأن ما معقولة الناس قاعد تهاجر يشوفون بالعالم ويتمنون يكون نفس العالم، تجي بالحقيقة تجي الشوارع تعبانة، بلدية ماكو، أرقى مكان بالبصرة تعبان. وإضافة لخروج الأرصفة وأجزاء من شوارع المنطقة عن الخدمة العامة لاحتلالها من المحال التجارية، تضاعفت المعاناة مع أولى زخات المطر. فهذه المشاهد خير دليل على افتقاد حي الجزائر لمشاريع البنى التحتية في الوقت الحالي، وما نفذ في السابق كان بمثابة الحلول الترقيعية فقط. يعني منطقة نموذجية، هل من المعقول الجزائر وإحدى شارع المقاولين بعد معروفها مجاور كلش للجزائر طب للمنطقة كأنما أنه تقول قرى، يعني مو منطقة شعبية تباع وتقول محلات ومولات وصيرفات. ربما يوجد أكو أشخاص لهم يد كبرى مع المسؤولين، مع ناس بالدولة أو جهات معنية مدنية، لأن ما من المعقول هل يعني تشيل مدينة بكبرها منطقة كاملة يعني عدد سكانها يوصل 500,000 شخص بيها، زي لو لا تقدر تشيلها، لكن في إحدى المناطق يوجد محل أو بيت ما تقدر تدنى له ولا توصل. يعني تجاوزات بكل مكان، عندنا بالزبير البلدية تجي تعطيها فلوس تتجاوز. هذه الشيء أنا شفته قدام عيني. يصير بالجزائر؟ بكل مكان يصير. أنا ما أعرف إذا صار بالجزائر ولا، بس هاي نظرة عامة بكل أماكن البصرة، بكل مناطق تجاوزات حتى ببغداد. جدير بالذكر أن أغلب مناطق البصرة تعاني انهيار منظومات تصريف المياه ولا تتعدى ذروة عملها 25%، في وقت تحتاج فيه البصرة لعمل يفوق 80% في فصل الشتاء لتصريف مياه الأمطار والمياه الثقيلة. واحدة من أرقى مناطق المحافظة حي الجزائر، معاناته تمتزج بالتجاوزات على أرصفته دون رادع يذكر، ومع الساعات الأولى لزخات المطر التي حولت أغلب الشوارع فيه إلى بحيرات صغيرة. من البصرة كان تقي، قناة التغيير.